نذهب إلى موضوع آخر. أجرى الزميل أحمد أبو مسمار لقاء مع الكابتن أحمد الفريدي وتحدث عن احترافه الخارجي وتأثير اللاعب الأجنبي على اللاعب السعودي سلبا وإيجابا. اللاعبين يعني غالبا يستلم رواتب عالية إلى متوسطة، فكان دائما نصحي سواء لهم أو حتى قبل ما أكون لاعب كبير، لاعبين اللي سبقوني صراحة اللي عندهم الكلمة وعندهم الرأي، إن لابد أنك تستثمر هذه الأموال إما بعقار أو بتجارة. العقار هو أأمن شيء صراحة بحكم أنه اللاعب غير متفرغ، مثل هالمشاريع والأمور هذه. أيضا وجود مؤسسات أو شركات تساعد سواء اللاعبين أو غير اللاعبين الغير متفرغين في موضوع استثمار هذه المبالغ. أنا من أهدافي أنه ودي أحترف خارج السعودية أيا كان النادي، بحكم أني جربت هذا الاحتراف في فترة بسيطة عمر 17 سنة عندما التحقت بإحدى الأندية في البرازيل. وجدت صراحة اختلاف كبير من ناحية الاحتراف والاهتمام والحرص. غير كذا مو صعب أنه اللاعب السعودي يحترف خارج السعودية، يمتلك الموهبة، يمتلك العقلية اللي تساعده بإذن الله أنه يصل إلى مبتغاه وإلى تمثيل بلده بأفضل وجه. ذكرت كم مرة أنه أنا تجارتي أخذتني من الملعب، أخذتني من إبداعي داخل الملعب، من تطوير مستوى أحمد. وكان شيء واجب علي صراحة أني أبتعد الفترة الماضية، لأنه كانت الحاجة ملحة أني أنا لابد أكون متواجد، لأنه ما شاء الله تبارك الله التجارة والشغل اللي بدأت فيه كبر بشكل كبير وفي وقت قصير، فكان بعدي عن الرياضة لحاجة ماسة وليس لهوى. يعني للأسف موضوع السبع جانب في الدوري السعودي قلل حتى من أهمية المتابع والمشجع للدوري، حيكون له أضرار كبيرة على المستوى على المدى القريب والبعيد. فهذا لاحظنا فيه أنه المستوى ما زال متباعد ومتفارق بين الأندية سواء الهلال والنصر والأندية الأخرى. يجب أنه ينظر في هذا القرار لمصلحة الكرة السعودية. إحنا عندنا الحمد لله المواهب موجودة على مستوى مناطق المملكة كلها. نأمل إن شاء الله أنه يكون في قرارات تهتم باللاعب السعودي وتطويره بأعلى المستويات.